السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. اليوم البنات جيتكم بواحد الوصفه اللي هي قويه قويه جدا للتبييض البشره. دائما الماسكات اللي تنقدموا للتبييض وللتجاعيد ولتغذيه البشره، اليوم لتغذيه البشره والتبييض، مبيضه من الدرجه الاولى. هاد المقشر اللي غادي نعطيكم اليوم ممكن ديروه للوجه ديالكم وممكن ديروه للوكور ديالكم، يعني الجسم ديالكم، وغادي ينفعكم في هذا الصيف هذا بزاف. غادي تبحروا في خاطركم، غتمشيو لابيسين في خاطركم، تشمشوا في خاطركم، وطبعا غادي تجيو للدار غادي ديروا هذا المقشر. هذا غادي يعطيكم واحد غيرجع لكم البياض ديالكم، غادي يعطيكم اللون زوين، يعني ماشي داك الشمس اللي كتعطي انها كتكحل الجسم، كيعطيكم واحد اللون اللي هو زوين بزاف، وغادي تكونوا راضيين عليه ان شاء الله. وهذا المقشر كيتكون ليا من ثلاثة ديال المكونات، اللي هو صابون دوف، صابونه ديال دوف حكيت تقريبا النص ديالها، حكيتها ها هي محكوكه. كنعرفوا صابون دوف راه كريمي، يعني مرطب للبشره غني بالكريمات، وعندنا حليب البودره، حليب البودره، وعندنا الخس، الخس مطحون، الخس مغلى ومطحون. كان هذا الخس هذا اللي هو مبيض، مبيض للبشره، وخاصكم تعرفوا انه كيكالمي التهيجات اللي عندنا اللي كتكون في البشره، اللي فيها الحبوب، اللي فيها شي كحوليه كتهيج بزاف وجهها، وهذا هذا كيحدها. غزال غزال البنات، كيصلح بزاف للوجه اللي فيه الكلف، اللي فيه طبيعة ديال الحبوب، الوجه اللي هو ما مرتاحش، كيريح، وغير كتاكليه كتحسي بالراحه، كيريح بزاف البنات. الوصفة ها كيفاش دايره. عندنا صابون دوف كيف قلت لكم محكوك، نضيفوا عليه حليب البودره تقريبا ثلاثة المعالق صغار، وغادي نديرو الخس مطحون بالماء ديالو. وغادي نخلط الخليط، نحصل على واحد الخليط متجانس. كيف قلت لكم البنات مبيض من الدرجه الاولى، ديروه جربوه وردوا عليا الخبار. انا كنقول لكم شي حاجه وانا متاكده منها، لانها مجربه ومجربه ومجربه، دائما كنقدموا لكم غير المجرب وشي حاجه، كيف كنقول لكم دائما اللي خصها تحمر لينا الوجه ديالنا. خليكم معايا البنات حيت غادي نوريكم واحد المساج في الاخير. والخليط هو هذا، كنعملوها البنات مباشره على الوجه ديالنا بطريقه كنقول لكم دائما طريقه افقيه. دائما كنعمل الماسك على حساب العضلات اللي عندي في الوجه، كنمشي على العضله الاولى، كنمشي على الحناك ديالي، والجبهه ديالي كنمشي هكذا، والعنق ديالي لتحت، وهادو دائما كنبدا نجر. ودابا البنات منين كتساليو دائما كيف كنقول لكم كتغسلوه بالماء البارد، والماء البارد ما تنساوش تزيدوا فيه الثلج. والبنات شرب الماء، الله يخليكم البنات شرب الماء بزاف، لان كينفعنا بزاف الجسم ديالنا. دابا غادي ندوزو لمرحله المساج. عندنا ملعقة كنوضعها في الثلج، ملعقة في الثلج، الملعقة اللي عندي في الثلج، وكنبدا بالمساج. كنجيب فوق الحاجب وكنبدا نجر لهاد الناحية، هادي كنبدا نجر، والمعلقة الله باردة كتكون، كيكون دايرة جوج معالق، باش ملي كنحط الأخرى كتسخن كنهز الأخرى. كنجي تحت العين وكنبدا ندفع عشرة المرات البنات، هكذا عشرة ديال المرات البنات، يعني كنعاودها عشر مرات. انا غنوريكم بالزربه باش ما نكثرش عليكم. عندي في الحناك ديالي كندفع هكذا، كندير واحد كنبرك شويه، واحد بريسيون هنايا، عاوتاني كندفع كندير واحد بريسيون هنا، وكذلك هنا
كندفع كنبرك هنا، كندفع كنبرك هنا تحت العين البنات، كنجي كندير واحد الشكل دائري وكنجر هكذا، شكل دائري وكنجر هكذا، كذلك هنا شكل دائري وكنجر 10 مرات البنات، كل حركة فيها 10 مرات، كل حركة فيها 10 مرات. أي بلاصة بالك فيها لي غيد إلا وكتخدميها وكتكون معلقة باردة من التلج، كنردها للتلج كنهز الأخرى اللي كتكون عندي في التلج، وإن شاء الله تشوفوا النتيجة اللي هي رائعة جدا. وبصحتكم وراحتكم، مرحبا بكم في القناة ديالي، وما تنساوش التشجيع.